أبلنا بنعمتك ورحمتك أن نجني من الفائدة الحب والرجاء والخلاص التي تنفع أنفسنا وأجسادنا، فنرتل لك المجد الدائم كل حين يا رب الآن والابن والروح القدس إلى الأبد. أما هو فأجاب قائلا مكتوب لي
ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. حينئذ ذهب به إبليس إلى مدينة القدس أقامه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فألق بنفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب: إنه يوصي ملائكته بك فتحملك على أيديها لئلا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. ثم ذهب به إبليس إلى جبل عال جدا أراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه كلها إن خررت لي ساجدا. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب: للرب إليك تسجد، إياه وحده تعبد. حينئذ تركه إبليس، وإذا ملائكة جاءت فكانت تخدمه. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And he fasted 40 days and 40 nights, and afterward he was hungry. And the tempter came and said to him, If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. But Jesus answered, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will give His angels charge of you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against stone. Jesus said to him, Again it is written, You shall not tempt the Lord your God. Again the devil took him to a very high mountain, showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, All these I will give to you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, Begone, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, Him only shall you serve. Then the devil left him. Behold, angels came and ministered to him. الرابطة بيننا وبين يسوع خلال هالخمسين يوم
إذا قدرنا أن نركز عليها هي حقيقة مهمة جدا. القراءة الأولى اللي أعداء كنيستنا أرادوا أن يخلوها تنطينا في النوع من الغايدلاينز، التوجيهات شلون لازم نكون، مو بس بالصوم اختاروها للصوم، بس ماربولوس أراد أن يقول لأهل أفسس وين كنتم؟ وين لازم تكونون؟ لما كنتم وثنيين مقادين للشهوات لكثير أشياء، وهسه لازم تتجدد. هذه هي الفكرة، أنه كنتم في حالة، هسه أنتم في حالة أخرى، فأريد إذا قدرنا أن نتجدد وأن نتجدد من خلال هذا الارتباط، الكونكشن، هالعلاقة اللي تكون عن طريق الصلاة. مثل ما قلت الصلاة مفضل أن ما تكون فقط شفاهية. إذا قدرت خلال هذا الصوم، وما أريدكم تفتهموني غلط، إذا صليتم الوردية بالبيت مثلا، لا تحاولون هالسنة تسووها تقليدية. بالتقليدية أقصد أنه خمس مرات أبانا الذي، 50 مرة سلام لك. إذا قدرتم واحدة من الورديات، ما تذكر إذا تسوون أكثر من واحدة، حاولوا أن تفكروا بأبانا الذي، وتفكروا بالسلام عليك خلال هالعشر 15 دقيقة. إذا تقولون يعني شو نسوي 15 دقيقة، أن نتأمل بس بأبانا الذي ونتأمل بس بسلام. أكو كثير أشياء إذا قدر الإنسان أن يدخل إلى عمق هالصلاتين وشلون يطبقها بحياته العملية، راح تشوفون في خبرة روحية ممتازة. إلى جانب أنه الترديد حلو، ما أقول ما هو حلو، بينه في الحلاوة لما نردد السلام عليك 50 مرة، بيها فتشي تخلينا في محيط صلاة. بس لما العقل يبدي يشترك أكثر، ولما الصلاة تنبع من القلب، راح يكون في إغناء أكثر لداخلنا، راح يصير هذا النوع من التجديد. ماربولوس يدعونا إلى أن نتجدد. فإذا قدرنا خلال ال50 يوم الماضي، جربوا هذا الشيء وشوفوا نهاية الصوم شلون راح يغنيكم هذا الشيء. هالتجربة راح تغنيكم روحيا، لو ما تغنيكم روحيا أتصور بالنهاية راح تعطيكم فد اندفاع أو فد نظرة جديدة على أي نوع من صلاة نصليها لما عقلنا وقلبنا يشتركون مع شفاهنا بالصلاة، راح داخلنا يتغير. إذا بهالأمل وبهذا الإيمان نحاول أن نبدي صومنا لهذا العام. لنكن حسنة لنا في إيمان ورجاءكم متقائلين، ارحمنا يا رب. ارحمنا يا رب. يا أبا المراحم وإله كل تعزية نطلب منك. ارحمنا يا رب. يا مخلصنا والمعتني بنا ومدبر الكون نطلب منك. ارحمنا يا رب. وثبات كل العالم وجميع الكنائس نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل وطننا وجميع الأوطان وجميع المؤمنين الذين يسكنون فيها نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل اعتدال المناخ ووفرة الغلال والثمار وصلاح العالم أجمع نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل صحة آبائنا القديسين مار فرانسيس الحبر العظم بابا روما ومار لويس الجاثالية البطريان ومار فرانسيس أسقف أمبراشيتنا وأبينا مار إبراهيم، ومن أجل الجميع الذين يخدمون معهم نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل آبائنا الأساقفة حافظي الإيمان في العالم كله نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل شفاء المرضى والفرج للمتضايقين ومكتئبي النفوس نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل أمواتنا وجميع
الذي حصلوا وانتقلوا من بيننا على رجاء القيامة نطلب منك ارحمنا يا رب. خلصنا أيها الرب المسيح بنعمتك وفض علينا أمنك وسلامك وترحم علينا ارحمنا يا رب. يا ناثم مغذاني تباب أبرون روت متشاد يا مريا لا خير لك نور الطرق كامل من عمد وشفاقين عليك ورامو حنين وذر الأرض وابدهم سهر عمديون الشقان بالطيادة ديال المرعي ودوك بيلو طاوضوا عمديون وعدكم باب أبرون روت متشاد Yeah.
الذي لم يعتد مساواة ولا اختلاسا بل أخلى ذاته وصار إنسانا كاملا لأجل خلاصنا، ترك لنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك. في تلك الليلة التي أسلم فيها غذا خبزا بيدي المقدستين رفع عيني إليك أنت الله ضابط الكل شكرا باركا كسر عطى تلاميذه وقائلا خذوا كلوا منها وقل لكم هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا. هكذا من بعد ما شاء أخذ بيدي المقدستين كأسا طاهرا شكرا باركا أعطى تلاميذه وقائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذا وادمي للعهد الجديد الأبدي سر الإيمان الذي يراق عنكم عن كثيرين لمغفرة الخطايا. الشعوب المتخاصمة داعية للعمل تنعيش حياة
نتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان صادق، فإن ابن الله الوحيد أخذ من أجلنا جسداً بشرياً مائتاً ونفساً ناطقة عاقلة وخائفة، وبشرائعه المحية ووصاياه المقدسة نقلنا من الضلال إلى معرفة الحق، وبعد أن حقق تدبيره لأجلنا ذاق آلام الصليب وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء وأعطانا أسراره المقدسة لنتذكر بها نعمته العظيمة علينا، فلنقتبل إذن موهبة الحياة الخالدة بحب كبير وتواضع عميق، وبالصلاة النقية والشوق الواعي نشترك في أسرار الكنيسة على أمل التوبة، ونحن مرتدون عن زلاتنا ومتألمون على خطايانا، ونطلب الرحمة والغفران من الله رب الكون صافحين لإخوتنا زلاتنا. Yeah.
السنة وآخر شاب داود بمناسبة السنة.
أيضا كل الذين أردتم يكونوا مشتركين قداديس صلوات هذا اليوم اللي عندما القداديس الدائمية والمؤبدة. إذا النهار غد سنين راح يبدأ الصوم الكبير، راح يكون عندنا صلاة الصبح ساعة 10:30 والقداس يكون ساعة 11 أول يوم، العصر يكون عندنا قداس آخر ساعة 6. الصوم الكنيسة تطلبه يكون على النحو التالي: اليوم الأول ويوم الجمعة العظيمة راح يكون الصوم حتى الظهر والانقطاع عن الزفر، والأيام الجمعة يكون بالانقطاع عن النحو. بس فقط الكنيسة تطلب، شي نسوي احنا أكثر؟ هذا هو مالتنا، شوف احنا شلون نختار أن يكون الصوم مالتنا. أيام الجمعة فترة الصوم تأملات درب الصليب بالعربي تكون بالصبح ساعة 10 والقداس ساعة 11، وبالعصر يكون الرمي ساعة 4:30، تأملات درب الصليب بالسورة والعربي ساعة 5 والقداس ساعة 6، بعدين أكو درب الصليب الإنجليزي ساعة 7:30. يوم الخميس القادم يعتبر هو الأول من الشهر، صلوات ساعة السجود تبدأ ساعة 6 والقداس يكون العصر ساعة 9 والقداس يكون ساعة 10. يوم الجمعة القادمة هم هي الأولى من الشهر، صلوات الأخوية تبدأ ساعة 9، بعدين درب الصليب ساعة 10 والقداس يكون ساعة 11. يوم الأحد القادم رح يبدي الصيف للساعة مالتنا، رح يبدأ الوقت. سو يوم السبت قبل ما تنامون تسبقون الساعة مالتكم فت ساعة، راح نحسب فت ساعة، والصبح ما تقومون الأحد راح شوية الشمس تكون ما طالعة كلش. فإذا يوم الأحد راح يبدي توقيت الصيفي. أيضا بالنسبة للسفرات مالتنا، عندنا سفرة إلى مزار مار يوسف، السفرات الكبيرة أيضا تقدرون تشوفوها. وأيضا أريد أذكر أنه الشقق كي تمشي زين والحمد لله، أكو حدود 75 شقة هي مؤجرة حاليا، فاللي يريدون يفكرون بهذا الشيء ويستفادون، لأنه بس في هذا الشهر عندنا التخفيضات مال $50، ورا ما ينتهي الشهر $50 يعني الإيجار يرجع إلى 750 وإلى 950. أريدكم تشتركون بالصلوات يوم العيد مار يوسف 19 في الشهر 3، سيدنا المطران فرانسيس راح يسوي قداس هوني، بعدين نروح مبارك نصلي تقديس ومباركة البيت، جميعهم مدعوين، ونطلب من الله أن يكون مكان مريح جيد للناس اللي يعيشون به. يكون يوم الأحد مبارك علينا جميعا.